كنا نتفرج على كنا نتفرج ونسمع صوت الانفجار. هم بقول هم عمره 2000، لكن والله هذا يتجاوز ال 2050 ب 3000 سنه و 4000 سنه. هذا الزيتون لانه قطر الزيتون يدع قطر الزيتون، هاي عندنا زيتون عمره 200 سنه او 250 سنه، غلظها بيجيش 40 50 سنتي 60 سنتي. الزيتون الواحد 10000 20000 ما بعطيهم، لانه هاي ثروه وطن، مش ثروه الي، ثروه للبلد كلها. شجره بقول لك يا عمي احنا هاي المي للشرب مش لازم. ما في تعرف قديش احنا هون حاليا في حراك جمعي لوزاره الثقافه، لوزاره الزراعه، لوزاره السياحه، حتى تصبح هذه الأشجار على خارطة اليونسكو العالمية، على قائمة التراث العالمي. هدف هذه الجمعية الرئيسي المحافظة على هذا الزيتون باعتباره ثروة وطنية. كل 30 يوم تجيك مرة، شايف؟ لولا